بسم الله الرحمن الرحيم. الرياضيات السنة السادسة ابتدائي التناسبية الصفحة رقم 90. تطرقنا فيما سبق منذ وقت للتمرين الأول. طبعا هنا سنمر بسرعة على التمرين الأول ثم نستكمل مع بعض التمارين التي لم نتطرق لها، ثم نستأنف مع بعض التمارين التي لم نتطرق لها فيما سبق. نأخذ التمرين الأول. ثمن 1.5 كيلوغرام من التفاح هو 15 درهم. أحسب ثمن 750 غرام من التفاح. الثمن المتناسب مع كمية التفاح التي تم بيعها. أمثل معطيات المسألة في جدول التناسبية. ثمن 1.5 كيلوغرام من التفاح هو 15 درهم. إذا طبعا بما أننا تنحد واحد الكمية من واحد الشيء، مثلا عندنا التفاح حددنا لها واحد القيمة معينة. إذا طبعا هذه القيمة صبحت مرتبطة بهذه الكمية. بمعنى آخر، كلما زادت الكمية كلما زاد الثمن. هنا نتكلم عن التناسبية، يعني بأن هذا العدد طبعا لا نتكلم عن 15 فقط، ممكن أن الكمية لا ارتفعت حتى هذه القيمة قد ترتفع. إذا نتكلم عن الثمن بصفة عامة، ثم نتكلمون عن الكمية. كلما زادت الكمية كلما زادت القيمة، وكلما نقصت الكمية كلما نقصت القيمة. وأيضا إذا كانت عندك أنت واحد القيمة، لنفرض أن واحد السيد عنده 30 درهم، غيقول لي أعطيني الكمية اللي تتوافق ليا، هاد 30 درهم هي اللي عندي. إذا طبعا هنا عندنا القيمة وما عندناش الكمية. إذا طبعا من خلال هاد الترابط الموجود بين هاد القيمة وبين هاد الكمية، إذا تنستطع نحد لهاد القيمة ديال 30 درهم، تنقدر نحد لها مثلا شحال تتجافى الكمية. إذا أحسب ثمن 750 غرام. إذا مثلا هنا عندنا القيمة، هنا عندنا الكتلة، وغنشوفو شحال القيمة الموافقة لها. على عكس ما ذكرناه الآن، مثلا واحد السيد عنده 30 درهم، وتيقلب على الكمية ديال التفاح المناسبة من خلال هاد الثمن الموجود هنا للكيلو، وبالتالي تنحدو الكمية شحال. هنا طبعا عندنا كمية ولكن تنبحثو على القيمة، وتنبحثو على القيمة ديالها. الثمن متناسب مع كمية التفاح التي تم بيعها. إذا طبعا الثمن متناسب مع كمية التفاح. إذا ما كانتش التناسبية ما يمكنليناش نحسبوها 750 غرام. إذا حنا عندنا كل كيلوغرام شحال تتوافقوا من الدراهم. طبعا تنقولوا كل كيلوغرام راه بطريقة غير مباشرة، كل غرام، كل 10 غرام، كل 100 غرام، كل 500 غرام، كل 2 كيلو، كل قنطار، كل طن. ملي تنقولوا حنا كل كيلوغرام اشحال تتناسبوا، حنا طبعا ما عطيناش كما تلاحظوا، عطينا كيلوغرام ونصف. إذا بطريقة غير مباشرة ممكن أننا نحدوا شحال الكيلوغرام. إذا أمثل معطيات المسألة في جدول التناسبية. طبعا غنوضعوا هذه المعطيات في جدول. كمية التفاح في الأعلى كما تلاحظوا بالكيلوغرام، ثم عندنا في الأسفل الثمن أو القيمة المتوافقة مع عدد الكميات لهذه المادة اللي هي مادة التفاح. طبعا عندنا 1.5 كيلوغرام كما لاحظنا الآن هنا، تتقابلها 15 درهم. شحال الثمن أو بمعنى آخر شحال القيمة ديال 0.750 كيلوغرام. إذا طبعا أول حاجة خاصنا نقسموا هاد القيمة على هاد الكمية باش نعرفوا كل وحدة من هاد الكتلة شحال تتوافقها من هاد القيمة. الوحدة هنا طبعا هي الكيلوغرام. بمعنى آخر غنعرفوا كل كيلوغرام شحال تتوافقوا من الدراهم. إذا غنشدوا 15 ونقسموها على الكيلوغرامات، بحال تنشدوا هاد 15 درهم ونقسموها على أطفال باش نعرفوا كل طفل شحال غتجي. طبعا هنا الأطفال هما الكيلوغرامات، كل كيلوغرام غتجي 10 درهم. تفترضوا بأننا غنبحثوا على القيمة بحال عطينا قبلا، غنبحثوا على 30 درهم. طبعا شنو غنعملوا؟ غنشدوا الكيلوغرام، غنشدوا هاد الكمية ونقسموها على القيمة باش نعرفوا كل وحدة ديال هاد القيمة شحال تتوافقها من الكتلة، لأننا غنبحثوا على الكتلة. ملا يجي واحد السيد، غيقول لك أنا عندي 30 درهم أعطيها لي التفاح، أنا ما عرفتش شحال غتجي فيها، ولكن أنا عندي في جيبي غير 30 درهم.
دير الحساب ديالك واعطيني المقابل ديالها، اعطيني المقابل ديالها كميه من هاد التفاح. اذا واش غادي نعملو في هاد الحاله؟ الكتله ما عندناش، الكتله ما عندناش، المقابل ديال القيمه ديال 30 درهم خاصنا نقلبو عليه في الكتله. اذا واش غادي نعملو؟ اذا غنشدو هاد القيمه اللي عندنا معروفه هنا اللي هي 15 درهم لكل كيلوغرام ونصف. اذا غنشدو كيلوغرام ونصف نقدروا نحولوه الى غرامات مثلا باش يولي عندنا العدد كبر، باش يولي عندنا العدد كبير وبالتالي غتكون فيه الدقه. اذا غنشدو هاد الكيلوغرام ونصف نحولوه مثلا الغرامات، غتولي عندنا 1500 غرام ونقسموه على 15، ونقسموه على 15 وغنشوفوا شحال غتجي لكل درهم، وغنشوفوا شحال غتجينا لكل درهم. اذا 1500 مقسوم على 15 غتجينا 100، غتجينا 100 غرام لكل درهم، هو عنده 30 درهم. اذا غنشدوا 30 درهم ونضربوها في 100، غتعطينا مثلا 3000 غرام، وبالتالي غتعطينا 30 كيلوغرام. اذا هي واضحه كما تلاحظونا، كما لاحظنا الان بان قيمه الكيلوغرام هي 10 دراهم. اذا كما لاحظنا الان بان قيمه الكيلوغرام هي 10 دراهم، وبالتالي هو عنده 30 درهم، بحال عنده 3 ل 10 دراهمات، وبالتالي عنده 3 الكيلوغرامات. طبعا الحاله اللي عندنا هنا في الجدول عندنا الكميه معروفه والقيمه هي اللي ما معروفهاش. اذا واش غنعملوا؟ اذا مادام ان الكميه هي اللي موجوده غنشدوا القيمه ديال الثمن ونقسموها على الكتله المعروفه عندنا. اذا 15 مقسوم على 1.5 غتعطينا 10، هاد 10 غنضربها في 0.750 باش نلقاو القيمه الموافقه لهاد 0.750، وبالتالي الثمن المقابل لصفر كيلوغرام فاصله 750 هو 7.50 دراهم. علاش ضربنا 0.750 في 10؟ طبعا السبب هو كالتالي، حنا عندنا 1.5 وعندنا 15 لتحت، غنقسموا الثمن على الكميه وبالتالي غنعرفوا الثمن ديال الوحده. طبعا كما تلاحظوا بان الجدول مبني على التناسبيه اللي هي موضوع الدرس. الجدول طبعا هنا كما تلاحظوا بانه مبني على التناسبيه. ما معنى التناسبيه؟ يعني ان الكميه الموجوده في الاعلى متناسبه مع القيمه الموجوده في الاسفل. اذا كان عندنا الثمن اللي عرفنا اللي هو 10 دراهم الكيلوغرام، اذا كيلوغرام فاصلة 5 شحال تتقابلوا في الثمن؟ طبعا تتقابلوا 15. كيفاش عملنا ليها؟ كيفاش عملنا ليها؟ ضربنا 1.5 في 10، وبالتالي فيما غنلقاو الكتله غنضربها في 10 بما فيها 0 كيلوغرام فاصلة 750. حتى لقينا 3 الكيلوغرام غنضربها في 10 غتعطينا 30. لقينا 50 كيلوغرام غنضربها في 10 غتعطينا 500 درهم. الآن عندنا أبحث عن معامل تناسب الذي يمكننا من الانتقال من سطرين إلى آخر عن طريق الضرب وهو. إذا طبعا المعامل اللي لقيناه هنا هو 10. إذا المعامل هو العدد اللي تيربط لنا عدد الكمية مع عدد القيمة إن صح التعبير، اللي هو 10. إذا في الحالة اللي عندنا هنا لقينا هذا العدد هو 10. إذا أضرب 0.750 في 10 وأحصل على 7.50. دابا أحسب 0.75، ها 0.75 اللي هي 0.750، الصفر ملي تيكون من بعد الفاصلة على اليمين، فإذا ما كانش من بعد منه رقم آخر من غير الصفر فهاد الصفر ما تتكونش عنده قيمة. بحال اللي عندنا هنا، عندنا 0.750، طبعا عندنا الفاصلة هنا وعندنا الصفر هو الأخر، ما كاينش من بعد منه رقم آخر، إذا الصفر ممكن نحذفوه. إذا عندنا 0.75 مضروبة في 15. شوفنا هنا غنتكلم على واحد الملاحظة أخرى فيما يتعلق بالتناسب، خاصة من تنتكلم على الأعداد الكسرية. الأعداد الكسرية تتعني التناسبية، من تنتكلم على واحد عدد كسري راه تنتكلم على واحد التناسبية بمعنى آخر. عندنا هنا 0.75 اللي هي 0.750 مضروبة في 15، مضروبة في هذا العدد اللي هنا. مادام أن هاد الكمية اللي الفوق متناسبة مع هاد القيمة اللي في الأسفل، تمكن لنا نحصلوا على هاد المتساوية، تمكن لنا نحصلوا على هاد العملية اللي هي 0.750 أو 0.75
مضروبة بخمسطاش أشنو تتساوي لنا؟ ثم 1.5 مضروبة في العدد اللي غنلقاونا، ولكن بشرط يكون صحيح، اللي هي 7.5 أو 7.50 اللي غتكون عندنا هنا. إذن أحسب 0.75 مضروبة بخمسطاش، 0.75 مضروبة بخمسطاش غتعطينا 11.25، 0.75 مضروبة بخمسطاش غتعطينا 11.25. وكذلك إذا أخذنا 7.5 وضربنا في 1.5 ستكون النتيجة هي 11.25، 11.25. إذن هذه القيمة ديال إلا ضربنا هذه الخانة في هذه الخانة وهذه الخانة في هذه الخانة، يعني أن هذه الخانة إلا ضربنا في هذه الخانة غتساوي لنا هذه الخانة مضروبة في هذه الخانة، بشرط أن تكون الأعداد اللي الفوق متناسبة مع الأعداد التي الموجودة في الأسفل. طبعا كما تلاحظوا عند المرور من الأعلى إلى الأسفل نضرب هنا في 10، وعند الصعود من الأسفل إلى الأعلى نقسم على 10. 0.75 مضروبة في 15 ثم 1.5 مضروبة في 7.5 ستكون نتيجة 11.25. أقارن جدائين ماذا أستنتج؟ إذن طبعا عند المقارنة كما قلنا أن الجدائين متساويين، وهذه الخاصية موجودة في كل أعداد المتناسبة كما قلنا. ثم ننتقل إلى الجدول رقم 2، هذا الجدول هو جدول أعداد متناسبة. إذن من خلال ما قلناه الآن فهذا الجدول، إذن علينا أن نلحظه هنا. إذا كانوا هذه الأعداد متناسبة، ملي تنقول بأن الأعداد متناسبة فالمتساوية ستكون صحيحة. ديالاش؟ ديال هذه الخانة مضروبة في هذه الخانة تتساوي هذه الخانة مضروبة في هذه الخانة. إذن هذه إذا كانوا أعداد متناسبة فحتما أن هذه في هذه تتساوي هذه في هذه، خاصنا نلقاوها، إلا ما لقيناش كاين شي خطأ. في التمرين رقم 2 هذا الجدول هو جدول أعداد متناسبة، لأن 4 مضروبة في 21 تتساوي 14 مضروبة في 6، 4 مضروبة في 21 تتساوي 14 مضروبة في 6، وهذا الذي قلناه طبعا عندما تطرقنا لتمرين رقم 1. أشنو لاحظنا في الأخر؟ لاحظنا بأن 7.5 أو 7.50 مضروبة في 15، لأن 0.75 مضروبة في 15 تتساوي 7.5 مضروبة في 1.5، لأن 0.750 أو 0.75 مضروبة في 15 تتساوي 7.5 مضروبة في 1.5. إذن هذه من الدلالات على أن هذه الأعداد متناسبة. نرجعوا دابا للتمرين رقم 2، عندنا هذه الأعداد اللي موجودة في الأعلى متناسبة مع الأعداد اللي في الأسفل. ماذا يعني هذا؟ يعني بأن أولا هذا العدد متناسب مع هذا، 4 مضروبة في رقم تعطينا 6، 4 مضروبة في 1.5 غتعطينا 6، 14 غنضربوها في 1.5 غنتأكدوا منها غتعطينا 21. إذن هاد الأعداد متناسبة مع نفسها، لأننا فاش ما ضربنا هاد الربعة باش عطاتنا 6 غنضربوها 14 باش تعطينا 21. هذه من جهة. من جهة أخرى باش تكون هاد الأعداد متناسبة مع التي هي في الأسفل، طبعا نضرب البسط ديال هاد الخانة في المقام ديال هاد الخانة، والبسط ديال هاد الخانة في المقام ديال الخانة الأخرى، وبالتالي غنلقاو الجدائين متساويين. 4 مضروبة في 21 تتساوي 14 في 6. غنستعمل نفس الخاصية هنا، أستعمل الخاصية السابقة لملء جداول أعداد متناسبة. حنا عرفنا بأن هاد الأعداد متناسبة، إلا ما كانوش متناسبة ما يمكن ليناش نطبقوا هاد الأعداد. إلا ما كانوش متناسبة ممكن أننا نحطوا العدد اللي بغينا هنا، ممكن أن تكون أعداد كثيرة هنا، وبالتالي حنا الأعداد اللي غنحطوه هنا باش غنعرفوها، لأن هاد الأعداد متناسبة مع بعضها. إذا مادام أن عندنا 21 في الأعلى وعندنا 7 في الأسفل، ممكن نقلبوا على الأعداد اللي ضربنا في 21 باش لقينا 7، وبالتالي غنضربوا في 15 باش نلقاو هذا العدد الآخر. ثم غنشوفوا مثلا 56 ب
باش لقينا 49، مثلا 49 فاش ضربناها باش لقينا 56. نفس هذا العدد اللي غنلقاو هنا هو اللي غنضربوا فيه 28 باش نلقاو هذا العدد الاخر. نفس الشيء هنا، عندنا 16 ضربنا في هذا العدد باش لقينا 12، اذا غنقلبوا على نفس هذا العدد غنضربوا فيه 54 باش نلقاو هذا العدد اللي هنا بحال اللي شفنا من قبل مع التمرين رقم 1. هذه من جهه طبعا بحال اللي شفنا مع التمرين رقم 1. الان عندنا الطريقه الاخرى باش نلقاو هاد الاعداد، ولكن باستعمال هاد الخاصيه اللي عندنا هنا. يعني ملي تيكونوا عندنا اعداد متناسبه، هاد الاعداد مضروب في هاد الاعداد تيساوي هاد الاعداد مضروب في هاد الاعداد. اذا غنشوفوا العدد الاول، غنشوفوا هاد العدد الاول، عندنا 56 مضروبه في 28 هي 1568. هاد 1568 طبعا غنقسموها على 49. علاش؟ باش نلقاو العدد الاخر اللي غنضربوه في 49 باش نلقاو 1568 اللي لقيناها في الجداء ديال 56 مع 28. اذا 1568 مقسومه على 49 غتعطينا 32. غنقيدو هنا 32. نجيو لهذا الجدول الثاني. عندنا مادام ان هاد الاعداد متناسبه مع التي في الاسفل، اذا 15 في 7 تتساوي 21 مضروبه في هذا العدد اللي هنا. 15 في 7 هي 105، اذا غنقسمها على 21 غتعطينا 5. غنسجلوا هنا 5. غنجيو للجدول الاخر، 16 في 54 تتساوي 12 في هذا العدد اللي هنا اللي ما معروفش. اذا 16 في 54 غتعطينا 864. غتعطينا 864 غنقسموها على 12 غتعطينا 72. غنسجلوا هنا 72. أجد البسط أو المقام الناقص في كل عدد كسري لتحقيق المتساوية. ملي تنقولوا لتحقيق المتساوية يعني لتحقيق التناسب اللي شفنا هنا باش يكون عندنا جدول بحال هذا متناسب. ملي لقينا هاد الأعداد اللي هنا في الجداول راه طبعا لتحقيق المتساوية، لتحقيق التناسب. إذا نفس الشيء هنا، عندنا واحد العدد أنا ما معروفش، عندنا 56 تتقابل 49، وهاد العدد متناسب مع هاد العدد، وهاد العدد متناسب مع هاد العدد. ما معنى هذا؟ معنى هذا بأن 56 مضروبة في 28 تتساوي 49 في هاد العدد اللي هنا. إذا 56 مضروبة في 28 غتعطينا 1568، غتعطينا 1568 ثم نقسمها على 49 فنحصل على 32. ثم غنجيو لهاد العدد الثاني. عندنا باش نلقاو هاد المقام طبعا عندنا 15 في 7، وعندنا العدد يساوي هاد العدد، هاد العدد الكسري يساوي هاد العدد الكسري الاخر. 15 مضروبه في 7 هي 105، مقسومه على 21، مقسومه على 21 غتعطي 5. غنجيو للعدد الاخر، عندنا 16 في 54 هي 864، مقسومه على 12 هي 72. غنسجلو 72 هنا. إذا هذا فيما يخص هذه الفقرة، حياكم الله وإلى لقاء قادم بإذن الله.